أخبار اليوم. كيف أزمة ارتفاع الأسعار؟ هو من مش مننا احنا ولا من السوق، هو من الفلاح نفسه. في غلو عند الفلاح، والفلاح غصب عنه برضه الكمويات غاليه وبتاع والحاجات غاليه وكده. اذا الناس كلها بتشتكي، يعني المبيعات الاول كانت حاجه والنهارده الايام دي الناس كلها بتتكلم في الغلا. يعني الرئيس السيسي كان وعد في اخر تصريحاته ان هو يخفض الاسعار وهيوفر سرعة استهلاكيه كتير، انت شايف الموضوع ده ازاي؟ والله احنا لسه سمعنا كلام كتير بس لسه ما فيش حاجه نفذت. يعني والله غصب عننا بنشتري، يعني احنا الحاجه غاليه جدا والاسعار غاليه جدا فبنضطر نشتري، والتجار احنا البياعين احنا ما بنقدرش عليهم. بالنسبه للحوم اللي انا بفهم فيها، اللحوم والاسماك نتيجه سياسه البنك المركزي، لسبب وقفوا اي مستورد كان بيوفر العمله من بره بيوفرها بطريقته ويروح يشتري وبيجيب الحاويات بتاعته. البنك المركزي قال لك لا، توفر لك، انا اللي اوفر لك العمله، بين ان نودي الفلوس للبنك المركزي نحطها هناك على ما تقعدي في الويتنج ليست ويجي دورك بتكون انت دفعت غرامات على الكناتر لشركات النقل البحري $150 كل يوم. والله حضرتك يعني مرتفعه ومفيش حتى مفيش سوق ليها، يعني حتى السوق بتاعها مفيش غير كده وكده. بقى جايانا حكايه الغاز والكهرباء والحاجات دي مرتفعه جامد قوي. تصريح الرئيس بانه يخفض الاسعار ويوفر سلع استهلاكيه ممكن يحل ازمه؟ ممكن يحل ازمه جامده كمان، وحاجه كويسه حلوه جدا 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 لانها نزلت كتير قوي قوي عن اليومين اللي فاتت. طب تصريحات الرئيس بانه يخفض الاسعار ويوفر سلع استهلاكيه فرحانين قوي قوي. اه طبعا حلو جدا، ربنا يخليه يا رب، ربنا يخليه لنا يا رب. صاحب محل اسماك، الاسعار مرتفعه دلوقتي حاجه سلع؟ والله الى حد ما. وبعدين حضرتك هو الموضوع مش موضوع سعر، هو الموضوع موضوع قبول. اولا بالنسبه للنهارده للزبون المستهلك مفيش اقبال على السلع، لان طبعا في زياده برضو الى حد ما. الاسعار كويسه بس عايزينها ارخص من كده كمان. سمعت تصريح الرئيس ان الاسعار هتنخفض وهيوفر منافس بيع كتيره؟ يا ريت سلع استهلاكيه كتير، يا ريت ينزل كمان اسعار اللحمه، عشان ده في ناس مش قادره تاكل اللحمه البلدي من سعرها ب 90 جنيه اللحمه. ايه رايك في الاسعار؟ مفيش حاجه كويسة. الحاجة لما بيلاقي الزبون غالي بيقول لك انت اللي بتغلي، انت اللي بتعملي، والحاجة كلها غالية، مفيش حاجة رخيصة. يا الله يخفض الأسعار ويصلح الحال. الأسعار حلوة بس التعب بتاعنا احنا، يعني الفلاح، يعني احنا بنجيب الزرع دوت من البحيرة ماشي، بنيجي بالعربية أقل حاجة العربية عشان الجبنة هنا 400 جنيه على 10 شوال 15 شوال. الزبون غصب عنه واحنا غصب عنه، احنا ما بنغليش، احنا الحاجه جايه غاليه زي ما هي جايه، الاسعار كلها واحده. عايشين على الاجزاء مش قادرين نجيب فرخه، نروح اخر الدين عشان نجيب 5 جنيه ناكل. يعني انا سن 65 سنه بطلع 5 دور على عشان يدينه 5 جنيه. منافذ القوات المسلحه موفره سلع اسعار رخيصه، مش بتعرفها فين يا بنتي ولا بروحها. امبارح على الاسعار اللي هي ينزلها الجيش، وانا بصيت ان هم هينزلوا الاسعار، يا ريت ينزلوا في الجمعيات الاستهلاكيه الخضار اللحمه ويشرشدوا في التلفزيون على اماكن اللي هي هتنزل فيها واحنا نروح نجيبها، زي ما كده نزل كده في رمسيس، رحنا لغايه رمسيس وجبناها.